الحظر خلاني أتعلم وأتعرف على حاجات كثيرة ما كنت مركز فيها في حياتي. تعرفت على أهلي كثير، ما كنت أعرف أن عندي أخو صغير اسمه خيال. من الأنشطة الجميلة اللي تعلمتها في الحجر الحلاقة، يعني صراحة ما توقعت أني بصير فنان لهالدرجة، لدرجة أني أنا ممكن أستغني عن الحلاق. أقول لك أهالي صرت أحلقهم بالدور بدون ما أخذ عليهم فلوس طبعا. وبرضو أكيد النشاطات البدنية مهمة للجسم، للصحة وللنفسية. أحاول أخصص ساعة في اليوم أتمرن فيها، لا تخلي الحجر يعيقك. أقرأ كتب، أثقف نفسي، أحاول أتعلم لغة جديدة. أهم شيء الإرادة. ترتيبك ليومك هو أفضل حاجة ممكن تسويها علشان تستغل وقتك. يعني مثال، قبل لا تنام تكتب الأشياء اللي تبي تسويها بكرة. تصحى بدري تقريبا الساعة 10 الصبح، فتحاول تخلص مهامك من بدري، ولو خلصت شيء واحد هذا يعتبر إنجاز. بحكم أنها أول وجبة في يومك، فأنصح الناس تبدأ بتمرة، وبرضو ما تكثر أكل علشان برضو ما يجيك خمول، وفي نفس الوقت عشان ما تسمن. أسوي أشياء اللي أحبها، أشياء كنت مأجلها وجاء الوقت أني أسويها. مثلا فيش خربان، أنت صلح بنفسك، ليش تجيب عامل تدفع له 50 ريال؟ أنا أصلح بنفسي. كذا كنت تعلمت حاجة جديدة ووفرت فلوس. أنا أنصح المتابعين في هذا الوباء المنتشر أنهم يراجعون نفسهم ويصححون من أخطائهم، وبرضو بحكم أن احنا في شهر فضيل يتقربون من الله أكثر، وإن شاء الله فترة وتعدي وترجع الحياة لحياتها الطبيعية وتكفى. خليك في البيت عشان نقضي على الوباء هذا.